اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سلام سلام، كيف ما عودتكم بقاو دائما في وصفات خفيف خفاف ظراف، وصفات رمضان بطبيعه الحال. نقولوا رمضان نقولوا جو، كما راكم تشوفوا عصير البرتقال بطريقه سهله، وكما راكي تشوفي اللون تاعو ما تقوليش خدمته بالبرتقال، كما نقولوا حنايا عصير تاع التينه كما نقولوا في الجزائر التينه، وكاين البلدان الاخرى يقولوا البرتقال. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم، والا حبيتي تعرفي كيش وجدت هذه الوصفه ما عليك غير تتبعي معايا المقادير بالتفصيل. كما راكم تشوفوا هنايا عندنا التينه تاعنا، انا عندي 4 حبات يعني كبار، وانت اذا كانت متوسطه ديري 6 حبات، سكرفجيهم في سكرفاج رقيق، ومن بعد هنايا عندنا 3 ريتلات تاع الماء، شعلت عليهم وزدت عليهم هذاك القشور تاع الليمون تاع التينه تاعنا، نديرو كامل هذوك القشور اللي رابيناهم ونحركوهم هكذا كيما راكو تشوفوا، ومن بعد نروحو نزيدو السكر تاعنا. انا هنايا السكر درت 2 كيسان سكر، وانتي الا حبيتي يعني يجوك تجيك الجو تاعك يجيك حلو يعني زيدي عليهم كاس واحد اخر يولو 3 كيسان ولا 2 كيسان ونص. انا هنا يعني ما نحبش حاجه حلوه بزاف، درت عليها 2 كيسان وجاني الذوق هذاك اللي نحب انا. هنا نحركوا المقادير تاعنا هكا، يذوب لنا شويه هذاك السكر ونخلوهم يغليو، نخلوهم يغليو لنا، ومن بعد ما يغليو لكم حسبوا لهم 10 دقائق وطفيو عليهم. ومن جهه اخرى بيان سور نروحوا نعصروا التينه تاعنا. انا هنايا بديت نعصر التينه تاعي في الروبو، نعصروا كامل الكميه تاع التينه تاعنا. هنايا راه بدا يغلالي، حسبت له 10 دقائق ومن بعد طفيت عليه، ومن بعد ما طفيت عليه هو برد لي. انا كان برد لي هنايا شويه كيف ما راكم تشوفوا، يعني مازال سخون ولكن خليته برد لي شويه، شديت الصفايه وصفيته، صفيت كامل هذاك الجو اللي عندنا من هذوك القشور، وانا هذا القشور مانيش رايحه نرميهم كتدبيره، يعني من بعد الى حبيتو نشارك معكم الوصفه راني رايحه نرحيهم ونستخدمهم كيلافاني في الحلويات تاعي. ومن جهه اخرى ثاني نجيبو الجو هذاك اللي عصرنا. هنايا عفوا كنت درت ريتلة تاع الماء بردت لي مليح، لازم ديروها تبرد لكم مليح وتزيدوها لهذاك الخليط تاعكم، تزيدوا لهذاك الجو اللي كان سخون، ومن بعد تروحوا تزيدوا تصفيوا هذاك الجو. لازم لكم 3 كيسان تاع الجو تاع التينه اللي عصرناها. انا هنايا عندي 3 كيسان راني رايحه نزيد نصفيهم بهذه الطريقه، ومن بعد تزيدوا الجو تاعكم كما قلت لكم، تزيدوا 3 كيسان تاع الجو تاعكم تاع التينه اللي عصرتوها، زيدوا مغرفه يعني ما تكونش معمره مليح تاع لافاني. لافاني هنايا اختياريه ولكن يعطيها ذوق ولا اروع، اللي يحب يزيدها يزيدها واللي ما حبش يعني اختياريه، انا فضلت اني نزيدها هذه المره. كيف ما راكم تشوفوا زيت مغرفه تاع لافاني، حركتها ذوبتها، ومن بعد صفيت هذيك. شوفوا هنايا التينه كي زيت صفيتها، شوفوا واش زيت نحيت منها، نحيت كامل هذاك يعني الاخر تاع التينه. ومن بعد زدت عليهم وحده تاع علبه ياغوت ناتور، ياغوت طبيعي، هنا زدنا وحده تاع ياغوت طبيعي. وهنا بطبيعه الحال نروحو نميكسيو كلشي، نرحيو هذاك الياغوت تاعنا يعني باش ما يقعد لناش كتل، يقعد لنا هكذاك مكتل. هنا يعني طريقه سهله، وكي تعودي يعني ترحي هكا فيه غير بالعقل باش ما يفيضلكش، سينو من الاحسن انك تقسمي الكميه تاع الجو اللي عندك تقسميها على 2، هكذا يعني ما راهيش ريحات تفيض معاك. كيف ما راكي تشوفي هذه هي النتيجه النهائيه للجو تاعنا، عصير البرتقال، جو تاع التينه، جا رائع رائع ومنعش. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، خفيف ظريف بطبيعه الحال. هنا اللون تاعو راكو تشوفو جا رائع رائع، احسن من الجو اللي تشريه من برا ولا داناو، الذوق تاعو الذوق تاع داناو، ولكم الاختيار. كيما قلت لكم هذيك المغرفه تاع لافاني عطات له واحد الذوق ما شاء الله. نقول لكم لحقنا لاخر الوصفه، السلام عليكم.